محمود وهبة محمد منصور نشوى عطا السيد. بنوزع 225 راس ماشية على الحالات المستحقة من أبناء شعب الدقهلية، ودول من ضمن 10,000 راس اللي هم كانوا وعد من السيد رئيس الجمهورية هيتوزعوا على جمهورية مصر العربية. احنا النهاردة بنوزع من ضمنهم 225 راس. احنا بنسلم المستفيد راس دقر بقري متوسط الوزن بتاعه 200 كيلو، وبنأمن عليه برضه، وبنديله تغذية شهرية 600 جنيه في الشهر. المستفيد بيسمن الراس دي لحد ما توصل 400 كيلو، وبنديله التغذية لمدة 6 شهور. من حقه يبيع بعد 6 شهور ومن بعد الراس ما توصل 400 كيلو. ممكن استكمالا لمسيرة المشروع ان هو يبيع الراس ويجيب راس صغيرة ب 4,000 جنيه ويبدأ مشروع تسمين مرة تانية. نوجه الشكر لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول تكليف له. خلي بالكم من المواطن البسيط، خلي بالكم من المواطن الضعيف، خلي بالكم من المواطن اللي ما بيعرفش يطلب حقه. لازم تكونوا معاه قلبا وقالبا، وكان دائما نقول اهم حاجه عندي المواطن الصغير او البسيط، مش عايز اقول الفقير او مش عايز اقول محدود الدخل.